مستلم لكن الكره تبان وتسديده اللي بيقدم يعني اداء قوي الحقيقه واللي بيرتفع مستواه من المباراه الاخرى فرصه جول جده جول جده ابن حوش عيسى ابن محافظه البحيره ونجم الاتحاد السكندري الكوره الاخيره وانتو وكوره والرابعه عن طريق جده يسجل الرابعه رابع اهدافه ادي امامنا التابع محمد ناجي جده جدو 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 جدو